السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة حسين للألعاب الإلكترونية. اليوم معانا كلاش رويال، مثل ما تشوفون هاي مجموعة المعركة، وهسه حنخوض كم مباراة. طبعا اسمه كلان ما داخل، القبائل ما داخل. حنخوض معركة الآن، طبعا واحد ضد واحد مو اثنين. اوكي، طلع عنا واحد نفس مستوانا. حنبديها بآشر. هو منسف للجيش كله فاير بول. طبعا انا ما احط فاير بول، انا مو نوب بيها، بس بعض الشغلات. اي البيكا بوت. هجومي مرة ضعيف، سبني فاير بول. هاهجم قرب للهجوم. لا يا شيخ، يا اما انا بفوز يا اما هو. عامل شغل حلو، فزت يا اصدقاء. انتهت المباراة لصالح تاج وهو صفر. هذه المباراة الاولى اللي انا فزت فيها. هنا عندنا عروض، طبعاً هاي مو يعني هالاحتراف بكلاش رويال. حنهجم هجمة ثانية، لكن هاي هجمة 2 ضد 2. اوكي، بننتظر واحد يصادقنا. اوكي، قد بدأت مباراة، نبديها بآشر. هو بداها بوين، والله
يا شباب مباراة صعبة جدا. ما بقدر. عندك هنا الأمير والبيكة. لا 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 لا. ويت. اوكي الفارس. لا اخذوا التاج. يا شباب والله شكلهم راح يفوزون. انا متأكد راح يفوزون. وانت تشمر اسهم يا صديق. مليون حركة حلوة. قتلني. أنا عندك بيكة. عندك أسهم. ويت. يا الأمير كفو بعد الضربة. فزنا يا شباب. قسما بالله ما كنت أعرف إن أنا راح أفوز. ما كنت أعرف إن أنا راح أفوز. والله العظيم كان ببالي إنه إحنا راح نخسر. ما كان ببالي راح نفوز. والله العظيم مباراة حلوة. بنهجم آخر هجمة اللي هي 2-2 كمان. طبعا اللي عنده قبيلة يقول لي حتى انضم وسوي مباريات وقلوا لي اسمه بالتعليقات شو لعبة تريدون العبها غير كلاش رويال. نزل له بيكا. ده بيبي دراجون. وشوف الجيش. اوكي هالمرة صحيح راح نكسب. سحقنا. ما هذا. فاير بول. هالمرة صدق خسرت. راح ألعب فردي.
معركة واحدة. لا لا أحس في غش. أوه عند الصياد معلش معلش نأخذ باكا باكا مات. بنجمع سلاح حتى نهجم له هجمة ثانية. أوه شكله نوب. اوكي هاي دار شوف مين راح يدافع من وين. وخلاص هيك بنكون خدنا المعركة. خلاص بخدنا المعركة وفزنا في المعركة. جاهزين نشوف شنو بالصندوق التاج او الملكي. 1 2 3 232 كويس جواهر او غيلان رمح مينيون ارشا البطاقة الاخيرة عملاق. يا حسرتي هلا هنا وصلنا الى ختام المقطع. لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب واكتب لي بالتعليقات يا لعبة تريد العبها غير كلاش رويال. مع السلامة.